كل فترة بنشوف وبنتابع توجيهات رئاسية بدعم قطاع مهم جدا بيعتبر العمود الفقري لمحور مهم جدا برضو في محاور التنمية وهو الصناعة. القطاع هو قطاع الصناعات الثقيلة. النهاردة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. الاجتماع تناول متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، ده فضلا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية. الاجتماع كمان شهد استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة. تعالوا حضراتكم نعرف تفاصيل أكتر عن الاجتماع ده وعن توجيه السيد الرئيس بدعم قطاع الصناعات الثقيلة في إطار دعم محور الصناعة مع ضيفنا النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بيك معنا. أنا يا سيدي يسفعني فن. دايما بنسمع السيد الرئيس بيوجه بدعم قطاع الصناعات الثقيلة لأسباب كتير، رأي حضرتك في أو متابعتك للاجتماع النهاردة وأهم ما دار فيه؟ طبعا انت عارف ان مصر وقعت في اتفاقيه بريكس، وده لتخفيف الاعباء على العمله بتاعت الدولار، وده انا بطبقه، دي خطوه كويسه جدا وفرصه كويسه جدا للصناعه في المستقبل لتوفير مواد الخام وزياده التبادل التجاري بين الدول اللي هي بتاعت بريكس. وفي نفس الوقت عشان نقلق الضغط على الدولار لازم نبتدي نعتمد على التصنيع المحلي، بيعتمد على المواد الخام المصريه بحيث نقلل الجاب ما بين الصادرات وبين الواردات. ومن ضمن الحاجات برضه اللي هي كان سياده الرئيس كان اوصى بيها ان تحويل هيئه الثروه المعدنيه الى هيئه اقتصاديه عشان تبتدي تعمل دراسات وابحاث على المواد الخام اللي موجوده في مصر وكمياتها، بحيث نعتمد على المواد الخام المصريه في التصنيع في الصناعات الثقيله، اما نعرف الداتا بيس الخاصه بيها ونقلل الفجوه الاقتصاديه. وده طبعا انا اعتبر دي خطوه كويسه انه مصر في طريقها ان هي تبقى يعني دوله صناعيه كبرى، وذلك من خلال الاعتماد الكلي على المواد الخام المصريه في الصناعات الاستراتيجيه. الحقيقه مصر مليانه خامات طبيعيه كتير جدا، لكن احنا محتاجين تحديث لهيئه الثروه المعدنيه والمناجم المصريه عشان نقدر نشوف ايه الحاجات اللي نقدر نستخدمها وبنستوردها من بره مصنعه، على الرغم ان المواد الخام موجوده في مصر. زي مثلا موضوع السودا قش اللي السيد الرئيس اوصى ان المشروع ده يتعمل، ان احنا مساله السودا قش دي اللي بتخش في صناعات كتيره مكمله، فهي ان احنا نقدر نصنعها في مصر. واعتقد ان دوله رئيس الوزراء خد قرارات تنفيذيه بتنفيذ هذا القرار، بس احنا بيهمنا حاجتين: مراعاه التكلفه بتاعه التنفيذ، ايوه، مقارنه بالاسعار العالميه. بمعنى حضرتك ان سواء هيقوم الكلام ده مستثمر او الدوله مع مستثمرين، لابد ان يبقى المنتج بتاعي منافس عالميا بحيث ان ما يبقاش سعر الاستيراد ارخص من سعر الانتاج المحلي. دي نقطه مهمه جدا سياده النائب، وطالما حضرتك ربطت الموضوع بانضمام مصر للبريكس في يناير 2024 والاستثمار، ده هيخليني اسال حضرتك المناخ العام حاليا في مساله التصنيع المحلي والصادرات زي ما حضرتك اشرت، وان يكون المنتج المحلي بخامات محليه منافس للمنتج اللي انا بستورده في مساله السعر. المناخ العام حاليا وبرضه التشريعات، حضرتك رئيس لجنه الصناعه في مجلس النواب، التشريعات اللي بتسمح بتسهيل الاجراءات للمستثمرين. هو حضرتك احنا في مجلس النواب دلوقتي بنعمل حاجه اسمها قانون الصناعه الموحد، بحيث حضرتك وتمت مناقشته في دور العقد اللي فات وهنبتدي نشتغل فيه دور العقد الجاي،
بحيث نعمل قانون يتناسب مع الجمهورية الجديدة ويتناسب مع العصر اللي احنا فيه. يعني هل حضرتك تتخيل ان القوانين الموجودة عندنا دي من الستينات والثلاثينات وتم تعديلها اكتر من 30 40 مرة فبقى بيها عوار دستوري؟ فطبعا ده بيخلي ان الموظف وان المستثمر مش فاهم آلية تطبيق القانون. ايوه، فاحنا حابين نعمل قانون جديد موحد. استعنا ببعض الدول اللي نهضت صناعيا وناخد ما يتناسب معانا فيه طبقا للموارد الخاصه بالدوله المصريه. واعتقد ان القانون ده ان شاء الله ما يطلع دور العقاب الجاي هيحل المشكلات العقيمه ومشكلات الروتين الخاصه بالصناعه. طيب. زائد ان احنا طالبنا بعمل دراسات ان احنا نركز على الصناعات التقيله اللي هي فيها مواد خام مصريه ونصنعها محليا عشان نقلل فاتوره الاستيراد. نماذج زي ايه مثلا سياده النائب؟ نموذج زي موضوع حضرتك السودا اش، موضوع بلك الحديد، الكباسات بتاعت الادوات المنزليه. يعني حضرتك احنا بنستورد كباسات من بره من الصين حضرتك، ودي ممكن تصنعها محليا بارقام كبيره. ليه حضرتك دي والتكنولوجيا بتاعتها بسيطه؟ ليه حضرتك دي ما بتصنعهاش في مصر؟ هي المشكله الاساسيه حضرتك ان المستثمرين لما يجوا يعملوا صناعه على الخام المصريه هنا بيلاقي ان تكلفته في الانتاج اغلى من الاستيراد. فعشان كده لازم احنا نستغل يعني دعم فخامه الرئيس للصناعه ونبتدي ندي تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين سواء هتقوم بها الدوله او بشراكه مع القطاع الخاص او القطاع العام بحيث انه يقدر ينافس عالميا. انا ما بتكلمش من حيث الجوده، الجوده تبقى واحده. لكن انا بنافس، انا بتكلم بالنسبه للاسعار المنافسه للدول المنافسه حوالينا. تمام؟ دي نقطه مهمه جدا عشان المسيره دي تبتدي لها. لان انت عارف حضرتك دلوقتي المنافسه بقت شرسه جدا في الصناعه بالذات على مستوى دول العالم. وكل الدول بتتسابق لعمل صناعه محليه والاعتماد على التصنيع المحلي. فبتتسابق في ان هي تدي حافز استثمار، تدي تشجيع للمستثمرين، وخاصه لو هي عندها الماده الخام ولا تصنع في بلدها. طيب انا هسال سؤال سياده النائب اعتبره من مستثمر، ايه دور الحكومات بوجه عام في دعم القطاع الخاص في صناعات زي الصناعات الثقيله اللي احنا بنتكلم عنها؟ دور يا فندم؟ دور الحكومات عموما. لو سؤال من مستثمر خاص، ايه دور الحكومه في دعم حضرتك في حاجات نقدر نشتغل فيها كويس قوي. اولا ان لما يجي المستثمر اديله الماده الخام بسعر رمزي، خصوصا ان هي لا تصنع في مصر. ودي مش هتاثر على المنافسه. يعني هو انا عايز ابين حاجتين برضه لسيادتك. اتفضل يا فندم. ما ينفعش الصناعات القائمه حاليا حضرتك اديها اي اعفاءات. ليه؟ لان لو اديت اعفاءات انا موارد الدوله محدوده. تمام؟ مظبوط. فما اقدرش حضرتك ان انا اقصر على الموارد بتاعت الدوله. لكن انا بقول ايه؟ ندي اعفاءات للصناعات اللي هي غير قائمه في مصر. تمام؟ وفي نفس الوقت هتوفر لي عمله صعبه. هو ده اللي لازم نركز عليه في الفتره الجايه واديله اعفاءات. يعني انا لو طول اديله الماده الخام باجر رمزي والارض باجر رمزي واعفيه من الجمارك بتاعت المعدات واديله حافز جاده جدا انا الكسبان. ليه؟ لان هيوفر لي دولارات، هيوفر لي فرص عمل، وفي نفس الوقت مش هيأثر على المنافسه. يعني مفيش مصنع زيه موجود في مصر، فالمد ده مميزات التاني يتأثر. فاهم قصدي؟ مظبوط. يعني ما ينفعش حد مثلا يكون عندك مصنع شغال واعمل مصنع جديد اديله وفقات والقديم لا، كده بتقضي على المنافسه بين المصنعين. مظبوط. لكن انا بقول ان ندي اعفاءات للصناعات التي تعتمد على خامات مصريه وغير موجوده في مصر وبستوردها وهتوفر لي كم كويس من الدولار. من الدولار. اعتقد ده دور لجنه زي البواطير بتاع الاجهزه المنزليه، الكباسات بتاعت التكييف سيادتك، دي حاجات كتير جدا. واحنا عندنا قدره على تصنيع هذا الكلام. احنا ماشيين في الطريق ده سياده النائب اكيد. احنا حضرتك ماشيين في الطريق ده اهوت، واعتقد ان يعني مع التشريعات الجديده وتحفيز سياده الرئيس والدوله للصناعه في الفترة القادمة أعتقد إن من الممكن إن مصر تبقى من أكبر الدول الصناعية. بس مهم جدا سرعة تنفيذ القرارات وسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس. جميل. مهمة جدا.
تمام؟ وان احنا نتاكد ان التكلفه بتاعت المشروع او المنتج بتاعنا يبقوا بنفس الاسواق العالميه، عشان ما اعملش المنتج هنا ويبقى اغلى من الاستيراد، يبقى انا ما عملتش حاجه. بالظبط. يعني اهم حاجه سرعه التلبيه لتوجيهات السيد الرئيس في دعمه لقطاع الصناعات الثقيله. سؤال اخير سياده النائب لو تسمح لي، وده للمشاهد البسيط اللي عايز يطمن، كلمه الصناعات الثقيله هي صناعات مستهلكه وممكن مردودها يجي على المدى الطويل. نفهم بس المشاهدين الجزئيه دي بعد اذن حضرتك. هو حضرتك يا فندم دايما اقتصاد الدول الكبير بيبقى قائم على الصناعات الثقيله. تمام؟ اللي هي حاجات زي صناعه الحديد، زي صناعه الاسمنت، زي صناعه الاسمده الفوسفاتيه. هي اساس كل الصناعات. هي اساس كل الصناعات. وفي حاجه اسمها الصناعات المكمله او المغذيه لهذه الصناعات، ودي بتخش تحت بند صناعات الالات والمعدات والسيارات والاجهزه المنزليه. تمام كده حضرتك؟ مظبوط. لكن الصناعات اللي هي الثقيله دي اساسها لو انا عندي الماده الخام هنا في مصر موجوده، دي هتوفر لنا مليارات من الدولارات من الخام. وده يعني هدف مهم جدا بتسعى ليه الدولة. طبعا. وإن شاء الله يعني اللقاء القادم سيادة النائب نكون بنتكلم عن إنجازات حصلت بالفعل على أرض الواقع فيما يتعلق بملف قطاع الصناعات الثقيلة. سيادة النائب دلوقتي في إنجازات تمت على أرض الواقع، زي مثلا شبكات الطرق اللي اتعملت، تحديث الموانئ وصلنا لحضرتك، كل ده بيخدم على الصناعة والاستثمار. مظبوط. موجود وجود بنية تحتية، وجود كهرباء، وجود يعني لا المشروعات التنمويه واضحه للجميع. مع الصناعه حركه البنيه التحتيه ده الاساس. مزبوط. وده الصعب. السهل اللي جاي هو ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، يعني التنظيم واستهداف الصناعات اللي بتقلل جنب بين الواردات والصادرات العمله. سياده النائب معتز محمود رئيس لجنه الصناعه بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك معنا على هذه المداخله.